السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح أعرفكم على منصة من المنصات الرائدة في المجال التربوي والتعليمي، وهي منصة مدرسة. خل أعرفكم شلون ممكن ندخل لها. عن طريق طبعا جوجل كروم، خانة البحث نقدر نكتب منصة مدرسة، أو فقط يكفي ان احنا نكتب مدرسة. اول لينك راح يطلع لنا هو لينك المنصة، نضغط عليه راح ينقلنا الى المنصة. هذه هي المنصة، هذه الشاشة الرئيسية لها. قبل ما اشرح لكم واعرفكم على اقسامها والخدمات الموجودة فيها والمهام، خلونا نتعرف على مدرسة. مدرسة تعتبر منصة إماراتية، وبالأحرى هي مبادرة من مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومثل ما ذكرت لكم هي منصة إماراتية، ولكن استخدامها لا يقتصر على الطالب الإماراتي فقط، وأيضا أي طالب عربي في أي بقعة من بقع العالم العربي فهو يقدر يستخدمها بالمجان. تمام، ليش أنا قلت هذه النقطة؟ لأن المناهج اللي العلوم الموجودة هني، المناهج اللي تشرح لي إياها وتفسر لي إياها، هي مناهج عالمية، بالمعنى إن هي تشرح المفاهيم الأساسية لهذه العلوم اللي أنتم شايفينها قدامكم، واللي هي تعتبر الركائز الأساسية في التدريس والتعليم في العالم كله. وهذه المنصة أيضا عربية، لأن كل من قام عليها وأسسها من خبراء وتربويين ومعلمين وأساتذة جامعيين هم من جميع دول العالم العربي، وماكو دولة محددة قامت عليه، فالكل قائم على هذه المنصة. هذه المنصة أيضا تعتبر من المنصات الداعمة للغة العربية وبشكل كبير. لو تشوفون كل النصوص المكتوبة مكتوبة باللغة العربية الفصحى اللي موجودة، يعني تشوفونها مثلا انطلقوا في رحلة إلى دنيا الخيال مع قصص المدرسة، كلها كلمات موجودة باللغة العربية الفصحى، والمفاهيم اللي تبي تنقل لنا إياها أيضا يتم نقلها في شرح فيديوهات، ولكن هذه الفيديوهات أيضا باللغة العربية الفصحى. هذه المنصة متاحة لمراحل عمرية مختلفة، فهي ممكن أيضا مراحل خلينا نقول أكثر تعليمية، فإحنا ممكن نستخدمها من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة ما قبل الجامعة اللي هي مرحلة الصف الثاني عشر. خلونا الحين نتعرف على أقسام هذه المنصة. المنصة هذه مقسمة إلى ست أقسام وست أشرطة مثل ما أنتم تشوفونها. لآخر شيء نمسك شريط شريط ونتعرف عليها. أول شريط عندي واللي هو من الأشرطة الثابتة، اللي هو الشريط اللي يحتوي لي على عنوان المنصة، الشعار على أنها مبادرة من المبادرات، وأيضا هذه الرموز. طبعا كل رمز دلالة على قائمة وصفحة موجودة عندي، مجرد ما أني أنا راح أمر عليها راح يطلع لي القائمة اللي موجودة هناك. نبلش أولا مع الثلاث خطوط اللي انتم شايفينهم بهذا الصوب، مجرد ما اضغط عليهم هذه الخانة نقدر نقول تعرفني المنصة بشكل تفصيلي وتبين لي شلون احنا ممكن نتواصل معاهم. فنمسك عن المدرسة اول، نشوف المدرسة تعرف عن نفسها في كلامها ان هي كاتبة هني من نحن. في هذه الصفحة مدرسة تعطيني التاريخ اللي تم إنشائها فيه في أول مرة، كونها مبادرة من المبادرات، عدد المحتويات اللي موجودة فيها، عدد الطلبة المشاركين فيها، اللغة اللي تعتمدها، والمناهج اللي موجودة already عفوا فيها. تمام، مثل ما أنتم شايفين هني متى تأسست، واللي هي تعطيني أهم المعلومات عنها، أنها منصة إلكترونية ومتاحة مجانية لأكثر من مليون طالب عربي، وهي تشرح لي كافة المواد العلوم والرياضيات باللغة العربية الفصحى. بعدين نرجع أيضا إلى الخانة الثلاث خطوط هذه، راح نلاحظ بعد من نحن معطينا رؤيتها، أو شنو الشيء اللي تبي
المنصة هذه راح نلاحظ أن هذه المنصة رؤيتها تعتمد على أنها تبي تغير الواقع العربي إلى الأفضل، الواقع التعليمي طبعاً إلى الأفضل، وتبي تردم وتغلق الفجوة التعليمية اللي موجودة بين العالم العربي ودول العالم المتقدم من خلال أنها تشجع على التعليم النوعي والذاتي اللي إحنا نقدر نقول عنه الآي ليرنينج، وأيضاً تهتم وتركز لي على العلوم المتقدمة مثل الكمبيوتر، الهندسة، علوم الفضاء والبرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها من العلوم اللي في الوقت الحالي صارت علوم مهمة طبعاً مع تقدم التكنولوجيا وسهولة الوسائل التكنولوجية. يعني نكمل، أيضاً راح نلاحظ إنها حطت لي الأهداف. شوف الأهداف، طبعاً منصة مدرسة تسعى إلى العديد من الأهداف، منها أنها توفر لي التعليم النوعي اللي يستند إلى أحدث المناهج العالمية في العلوم والرياضيات، واثنين أنها ترسخ أسس التعليم الذاتي والمنهجي طبعاً دون أن يتناقض مع دور المؤسسة التعليمية التقليدية، وهذا راح نأكد عليه طبعاً في الشرح القادم. ثلاثة، التصدي لمشكلة عزوف الطلبة العرب عن دراسة التخصصات العلمية من خلال توفير محتوى تعليمي جاذب ومتميز لهذه المواد. فإحنا نلاحظ أن أكثر المواد العلمية تكون مواد صعبة ومملة بالنسبة للطلبة، فما يكون لها أي اهتمام، ونشوف منها فيها مشاكل رسوب وتأخير وايد كبير، فهذه المنصة راح تساعدنا على أن احنا نقلل من هذه المشكلة. رقم أربعة، تساهم في إعداد جيل جديد من الباحثين والعلماء والمبتكرين والمخترعين العرب المؤهلين للتصدي لأبرز معوقات التنمية، وأخيرا تساهم في خلق كفاءات عربية شابة مؤهلة علميا ومتمكنة من التكنولوجيا وقادرة على بناء مجتمعات قائمة على اقتصاد المعرفة بشكل وايد كبير. لما نكمل أيضا راح نشوف خيار التلعيب في التعليم. هذه المنصة تبين لي على أهمية وجود لعبة أو ألعاب خلال التعليم، وتوضح طبعا أهميتها كنوع من التشجيع للطلاب على أنهم يتعلمون، وتعزز أيضا عندهم روح التنافس وتنمي مهاراتهم التفاعلية. طبعا هذه الصفحة أيضا مقسمة إلى عدة خيارات، منها التلعيب في التعليم وتعلم والعب، المهام السرية اللي تتكلم لي عنها أو موجودة في هذه المنصة. آخر شيء عندنا اللي هي الدروس اللغة العربية، يوضح لي المشروع كامل، الدروس اللغة العربية أهميتها وهذه الأمور، ونوصل إلى الشخصيات الكرتونية. طبعا هذه الشخصيات الكرتونية مو مرسومة فقط رسم عادي وشخصية عادية، لأن أصلا هذه الشخصيات تحاكي أول شيء الواقع وحاصلة على براءة اختراع، وتم العمل عليها من قبل عدد كبير من الرسامين ومصممين الجرافيك والخبراء في مجال إنتاج الفيديوهات على النحو الذي يخدم العملية التعليمية والتربوية ويسهم في توفير تعلم مفيد وممتع في نفس الوقت. تمام، نروح الخيار اللي بعده واللي هو مدرسة في الصف المدرسي، وهذا اللي قلت لكم ان احنا راح نتعرف عليه يوم تكلمنا عن الاهداف. ممكن لكل معلم انه هو يستخدم الفيديوهات اللي موجودة هني كأحد الوسائل الداعمة له اثناء الشرح، وراح تكون وسيلة داعمة ومسلية بنفس الوقت، لان الفيديو راح يكون ممتع وجاذب بشكل وايد كبير. ونكمل اللي بعدها اللي هي محتوى للمعلمين والأهالي، مو بس المعلمين يقدرون يستفيدون منه، حتى الأهالي ممكن انهم يستخدمونه لما بيون مثلا يحفظون عيالهم، يبون يراجعون لهم، يبون ينقلوا لهم معلومة مثلا الطالب مو متقبل انه هو يشوفها، يقدرون يستخدمون هذه المنصة لانها راح تنقل النقطة بشكل سلس ومرن وأيضا ممتع، وراح تخليه يحب هذا يحب الدراسة بشكل وايد كبير. نرجع لها،
كذي نكون خلصنا عن المدرسة. الخيار اللي بعده راح نشوفه اللي هو اتصل بنا، فهذا الشيء وايد حلو ان المنصة تتيح لك الفرصة انك انت تتواصل معها. لما بتيجي تتواصل معها حطيت لك هذه النقاط، انك انت تكتب اسمك الكامل، رقم التليفون، البريد الإلكتروني، عنوان الرسالة وموضوع الرسالة. لو ضغطنا على موضوع الرسالة راح نشوف في بعض المواضيع اللي هم اوريدي حاطينها لكم كأساس لهذا الموضوع. ممكن إذا أنت ما تبي أحد هذه المواضيع تختار آخر، تكتب نص رسالتك، وفي الأخير تسوي لهم إرسال. آخر شيء عندنا موجود اللي هو الشروط والأحكام، سوري مو آخر شيء، الشروط والأحكام. راح ينقلنا إلى صفحة الشروط والأحكام. مثل ما أنتم شايفين هي الخانة الوحيدة اللي موجودة أيضا في اللغة الإنجليزية، وأي شيء ثاني موجود في اللغة العربية بس. آخر خيار ممكن نشوفه في هذه القائمة اللي هو التحويل للغة الإنجليزية، ولو ضغطنا على هذا الشيء فقط اللي راح يتم تحويله إلى لغة إنجليزية هي المسميات للرموز البسيطة اللي عندنا، مثلاً عنوان ضلي الحين في اللغة العربية، أسماء المواد في اللغة العربية، كل شيء. بس نلاحظ هذه الأمور البسيطة تحولت إلى اللغة الإنجليزية، ردت إلى اللغة العربية، تمام. ثاني رمز أو ثاني قائمة عندنا اللي هي التسجيل. فإذا كان عندك حساب أوردي راح تدخل على الدخول، أما إذا كنت ما عندك حساب فأنت ممكن تسوي لك حساب عن طريق التسجيل. تكتب البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وبكل بساطة ممكن إذا أنت عندك حساب بالفيسبوك أو الجيميل أنك أنت تدخل من خلالهم، ونضغط على خيار إنشاء حساب جديد. لو أنا كان عندي حساب أكيد راح أختار دخول وأضغط بس على البريد الإلكتروني أكتبه وكلمة المرور، ونفس الطريقة الجيميل أو الفيسبوك، ونضغط دخول. إنزين أنا نسيت الكلمة السرية، هل في مشكلة؟ لا أبدا ما في مشكلة، لأن المنصة تعطيني خيار أني أنا نسيت الكلمة السرية، ممكن أني أضغط عليها ويدزولي عن طريق الإيميل كلمة سرية أو أني أنا أبدلها. تمام، خلونا نسوي حساب عن طريق جيميل. طبعا سوري، العفو منكم على الحركة اللي صارت، فخلونا نكتب الإيميل أفضل الحول إلى اللغة الإنجليزية. عفوا منكم، تمام سوي إنشاء حساب. التغيير اللي صار راح نلاحظ إن أنا الحين شئت حساب، ف خيار عندي الصورة هني تغير وصار عندي هني النقاط. طبعا راح نفهم بعدين ليش اوريدي صارت عندي هذا الخيار. لما ادخل على هذا الخيار اللي هو مفروض حسابي، فحاط لي هو اشكال احنا ممكن ان احنا نحطها نختارها لنا، والدروس اللي احنا شفناها، الاشياء اللي احنا شفناها. طبعا ماكو شيء لان الحساب جديد. نكمل مدرستي، نكمل على الخيارات. أول خيار راح نواجهه الحين اللي هو المهمات، وهذا السبب صراحة الرئيسي اللي خلاني أسوي الحساب. المهمات هذه هو عبارة عن مجال أو قائمة تثقيفية أكثر من ما أنها تعليمية، موجود فيها أكثر من موضوع ممكن يتم مناقشته. مثلا نشوف المهن في مجال الكيمياء، راح يطلع لي فيديو، مجرد ما أني أشوف الفيديو بهذه الحالة أنا راح يجمع 10 نقاط. قد يعمل
طبعا لو كملنا راح تصير لنا 10 نقاط تنضاف إلى حسابنا فوق.